هيدي مسؤوليتنا. انا ام وبعرف شو مسؤوليه اليوم كل ام كمان انها تربي بالطريقه الصحيحه وتربي، لانه الوطن ام والدنيا ام. يعني هيدا لازم نحن كاليوم دور الامراه بالبرلمان، انه اليوم هي تبني السلام لمن الرجال بيحبوا الحرب وتعمل انجاز لمن يمكن الرجال بحب السلطه. واليوم نحن موجودين من خلال هيدي الجمعيه اللبنانيه الدوليه لا مشاريع انمائية بكسروان كتير مهمة. أنا جاية من العالمية لكسروان لأرجع رجع كسروان على الخارطة العالمية.